الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد بقي من المسائل المتعلقه بموضوع الامثال في القران ثلاث مسائل، فوائد ضرب الامثال في القران، ثم ضرب الامثال بالقران او الاقتباس من القران في الكلام، ثم نختم بتطبيق عملي على احد امثال القران لننظر ما اشتمل عليه من العبر والعظات والمعاني، فنبدا بفوائد ضرب الامثال كما اورده المؤلف رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن، حيث ذكر عدة فوائد لأمثال القرآن الكريم، ولا شك كما ذكرنا سابقا بأن الأمثال من أهم ما ينبغي العناية بفهمه وتعقله واستخراج ما فيه من المعاني، لأن هذا فاصل بين أهل العلم وبين غيرهم كما مر معنا في قول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فعقل الأمثال وفهمها من أوصاف أهل العلم، فأولا ذكر المؤلف أن الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس، وهذا يعود إلى صلب المثل وتعريف المثل، فالأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. كما ضرب الله مثلا لحال المنفق رياء حيث لا يحصل من انفاقه على شيء من الثواب فقال تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله اي الذي ينفق رئاء و كذلك يلحق به الذي يتبع ما أنفق المن والأذى فمثله كمثل صفوان الصفوان يعني الصفا أو الحجر عليه تراب فأصابه وابل والوابل هو المطر الكثير فتركه صلدا لا يقدر على شيء مما كسبوا يعني لما نزل المطر الكثير على هذا الصفوان ذهب عنه التراب فبقي صلدا صلبا لا شيء عليه من التراب الذي يمكن ان يستفاد منه في زراعه او ما شابه ذلك، فهو صلب لا ينبت ولا يحصل عليه شيء من الفائده. كذلك من انفق كذلك من انفق ماله رئاء او وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر او كمن اتبع ما انفق المن والاذى فانه ينفق ثم لا يجد مما انفق شيئا فذهب كما ذهب التراب الذي على الصفا عندما ينزل عليه المطر. هذا خلاصه ما في هذا المثال، ولو اردنا مثلا الرجوع الى تفاسير اهل العلم مثلا باختصار حتى يتبين لنا هذا، طبعا هذا في سوره البقره، نرجع الى سوره البقره في الايه رقم 264. ناخذ مثلا كلام احد المفسرين، تفسير مختصر مثلا. في التفسير الميسر مثلا لهذه الايه. يا من آمنتم بالله واليوم الآخر لا تذهبوا ثواب ما تتصدقون به بالمن والأذى فهذا شبيه بالذي يخرج ماله ليراه الناس فيثنوا عليه ولا وهو لا يؤمن بالله ولا يوقن باليوم الآخر فمثل ذلك مثل حجر أملس الذي وصفوا عليه تراب هطل عليه مطر غزير فأزاح عنه التراب فتركه أملس لا شيء عليه فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحل أعمالهم عند الله ولا يجدون شيئا من الثواب على ما انفقوه والله لا يهدي القوم الكافرين لا يوفقهم لاصابه الحق في اعمالهم، هذا تفسير هذه الآيه. آه اذا ابرز صوره المنفق رياء في صوره هذا الصفوان الذي عليه تراب فاصابه وابل فذهب ما عليه وبقي املس لا شيء عليه، وكذلك ذاك الذي انفق رياء لا اجر له ولا ثواب، نسأل الله العافيه. من فوائد الامثال قال المؤلف وتكشف الامثال الامثال عن الحقائق. وتعرض الغائب في معرض الحاضر، كقوله تعالى: يا ايها الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طبعا هذه صوره تقع يوم القيامه، لا يقومون يوم القيامه الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني ان اهل الربا يعذبون يوم القيامه ويكون حالهم شنيعا سيئا بالغ السوء، لكننا لا نعرف كيف يكون حالهم، فشبه ذلك او جعله اظهره بمثال حاضر. يعرفه الناس كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس الذي يصيبه الصرع أو يتلبس به الشيطان فيتخبطه فيصبح يتصرف تصرفات لا لا يعني لا يستطيع أن يتحكم في نفسه لما يصيبه من المس الذي سببه الشيطان الذي تلبس به يتخبطه الشيطان من المس فأظهر صورة آكل الربا يوم القيامة بصورة الذي يتخبطه الشيطان من المس فهذه تلك صورة غائبة عنا فأظهرها في معرض نراه ونعرفه في من يصاب بمس من الشيطان وماذا يحصل له من يعني التخبط وما شابه ذلك ومن فوائد الأمثال قال وتجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال المرسلة في الآيات العانفة الذكر أي أنها تجمع معان رائعة في عبارات موجزة كما سبق في الآيات التي الآن حصحص الحق لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ليس لها من دون الله كاشفة وما شابه ذلك قال ويضرب المثل للترغيب في الممثل حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس كما ضرب الله مثلا لحال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير للترغيب فقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم إذا المقصود من التمثيل هنا هو الترغيب في الممثل والممثل هنا هو إنفاق المال في سبيل الله حيث ضرب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل من أنبت حبة وهذه الحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فجنى من حبة واحدة سبع مئة حبة يعني أنه تبارك هذا المال تباركت هذه الحبة فكذلك الذي ينفق ماله له بالحسنة عشر أمثالها والله سبحانه وتعالى يضاعف ذلك إلى مئة إلى مئة حسنة فيكون في الصدقة الواحدة سبعمائة من الأجر فالريال الواحد مثلا يعدل سبعمائة لأنه العشرة والعشرة في مئة في, كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم قال ويضرب المثل للتنكير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس وللتنفير يعني لو قيل للتنفير لكان لعل في هذا يعني خطا في الذي معي للتنفير من الممثل الشيء الذي يراد تمثيله كتمثيل الغيبه في قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فلا شك ان صوره الممثل به وهو من ياكل لحم اخيه ميتا صوره في غايه يعني الشيء الذي لا يطاق وتكرهه النفوس و ولا يستساق فهو مثال لشيء تنفر منه كل النفوس ان ياكل لحم اخيه وهو ميت فكذلك من يغتاب اخاه فكانه ياكل ياكل لحم اخيه ميتا نسال الله العافيه والسلامه قال ويضرب المثل لمدح الممثل كقوله تعالى ذلك مثلهم في التوراه في مدح الصحابه ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وكذلك حال الصحابة فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلا ثم أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم وامتلأت قلوبهم وامتلأت القلوب إعجابا بعظمتهم قال ومن فوائد الأمثال ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس كما ضرب الله مثلا لحال من اتاه الله كتابه فتنكب الطريق عن العمل به وانحدر في الدنايا منغمسا فيها، كما قال تعالى: واتلو عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخذ الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. لا شك ان في هذا يعني تقبيح لصورة الممثل حيث اظهر الممثل به في صوره تستقبحها النفوس ولا تطيقها وهي صوره الكلب الذي لا ينتفع ولا يكفيه شيء كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ولعلنا نقف مع هذا المثل ان شاء الله في التطبيق العملي لامثال القران. واخيرا الامثال اوقع في النفس وابلغ في الوعظ واقوى في الزجر واقوى في الاقناع وقد اكثر الله تعالى الامثال في القرآن للتذكره والعبره ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون وضربها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه واستعان بها الداعون الى الله في كل عصر لنصره الحق واقامه الحجه ويستعين بها المربون ويتخذونها وسائل للايضاح والتشويق ووسائل للتربيه في الترغيب او التنفير في المدح او الذم فلا شك ان الامثال من اعظم اساليب القران الكريم في تقرير الحقائق والدعوه الى الفضائل والتنفير من الرذائل والامثال في القران كثيره وتستحق البحث والعنايه والتامل لما فيها من العبره والعظه نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يجعلنا ممن يتدبر كلامه ويتعقل امثال كتابه التي ضربها سبحانه وتعالى ليتعظ الناس وينتفعوا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين